ومليئة بالدراما الكروية والشغف. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل إثارة. كوكي، كرة في الشباك، يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. لم يترك لهم أي فرصة. هذه مزايا الكبار، خصائص الكبار، السمة اللي عند النجوم الكبار. هدف مهم جدا في الدقائق الأولى، يكسب به الكثير من الثقة. كرة لا يمكن أن تضيع. عمل جماعي رائع من هذا الفريق، ساعدهم الأداء الدفاعي. الخصم اللي عنده مشاكل كبيرة اليوم، لكنهم استغلوا أيضا المساحات والأخطاء لصالحهم. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. تمركز سليم لقطع الكرة. عنده الطول المطلوب لكي يستغل الضربة الركنية بأفضل شكل ممكن. يرسلها إلى منطقة الجزاء. إبعاد الكرة مطلوب هنا. فرصة أخرى، كرة رأسية، يا كرة، يا إلهي، هدف. الآن نعود وإياكم للبداية بعد تعادل سريع جدا في هذه المباراة. عودة سريعة لأجواء المباراة بهذا الهدف. من المهم جدا أن تدرك التعادل سريعا، ألا تترك الفريق تحت الضغط لفترة طويلة. لا، الفريق راح يلعب بثقة أكبر بعد أن تعادل. أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. يواصلون المباراة بعد أن تعادل الفريقان. عودة سريعة تجعل الفريق يتنفس سعداء من جديد بعد أن قبل هدف في مرمى يتجاوز هذا الضغط الرهيب. وضربة رأسية والكرة في الشباك. جول. لقد سجلوا الهدف، قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم. رأسية جميلة ملعوبة بخبرة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي.
ولديهم تقدم بهدف وحيد. محمد صلاح تلعب كرة جميلة، جول. تعادل يأتي سريعا جدا، اوهو تعادل سريع في هذه المواجهة. أكيد توقيت التعادل مثالي جدا، الفريق لم يخرج من المباراة وبقى تركيز على تعديل النتيجة، نجح أيضا في ذلك سريعا. هذا يؤكد لك القوة الذهنية الموجودة عند الفريق وأنه حاضر بقوة في هذه المباراة. كرة رأسية، الكرة إلى خارج المرمى، محاولة جيدة من الفريق لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال فرص بشكل أفضل. ماتيس كونها، كوكي يحاول أن يلعب كرة بينية، يقطع الكرة بشكل رائع. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. كوندوبيا، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يلعب كرة للجانب الأيمن، هجمة مرتدة الآن. ممتاز في التمرير، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. برشلونة يحصل على الركنية الأولى، وحتى الآن المنافس بدون ركنيات، يلعبون ركنية قصيرة. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة، that was the first half. Let's hope the boys can turn it up for the second. Substitution for Barcelona. Number 11. تستهدف في المباراة بقرار الحكم. Number 22. برشلونة قرر التغيير بين الشوطين. ماذا ينوي المدرب؟ ماذا ينوي هذا اليوم؟ هل سينجح؟ كرة من جهة اليمين عند المساحة الخالية على الطرف. Number 9. Kylian Mbappe. والآن إلى رمية التباس. Number 30. ليرو ميسي. نمبر 10 يلعب كرة طولية، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. كوكيب مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، نجحوا في تخليص كل الكرات. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، يشتت الكرة بعيدا. الكرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. كرة طويلة للأمام، يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. في طريقة إلى المرمى، هذه كرة
أنتوني غريزمان عازم على اختراق الخط الدفاعي بهذه المحاولة، ربما فشل في هذه المرة لكن من يدري، ربما ينجح في المرة القادمة. ثقة كبيرة لتحدي خط الدفاع بهذه الطريقة الجريئة، ربما كان أنانيا بعض الشيء لكن أحيانا أيضا الحل الفردي يصنع الفارق. يلعب كرة بينية وهذه رمية جانبية. يحصل على المساحة، ضربة رأسية، هدف لبرشلونة. ينجح في التسجيل، هذه هي الطريقة المثالية اللي يقدم فيها نفسه. كرة عرضية خيالية بالمقاس وضربة رأسية في منتهى الروعة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للامام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من اجل وضع الكرة في الشباك. هذه الامور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج الى ذكاء كروي. والان يتقدمون في النتيجة بفارق هدف. مبابي يمر ويلعب كرة بينية، العرضية ملعوبة وعرضية مرة ثانية. لا يرغبون في التراجع والدفاع فقط، يهاجمون، يتقدمون، يحاولون أن يصلوا إلى هدف التعزيز في هذه المباراة. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، يستعيدها بسرعة. يلعب كرة على اليسار، يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى. راحت الكرة، يلعب كرة، كرة رأسية. انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. Substitution in progress. برشلونة والركنية الثانية في المباراة، مقابل ولا ركنية في الجهات الأخرى. لمسة، ينجح في إبعاد الكرة، لمسة بينية، يلعب كرة، ضربة رأسية، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. أظهروا براعة كبيرة جدا في التعامل مع الموقف، مع موقف المباراة في الحلول الفردية.